السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وصبحكم الله بالخير مشاهدين ومشاهدين ومتابعين برنامج الضحى. صباح الخير جنار، صباح الخير مريم. اليوم يوم جديد، اليوم يوم الاستعداد الأخير، كل الفرق تستجمع أنفاسها استعدادا لدور نصف النهائي. دعوة مفتوحة للجماهير العراقية والإماراتية والكويتية، وأكيد بالطبع صاحبة الأرض الجماهير البحرينية. كل الفرق تمتلك الفرصة والأمل، كل الفرق تعتقد أنها الأحق بالكاس الغالية. الطريق هو واحد، الطريق احترام المنافس هو طريق الكاس الغالية، كاس خليجي 21. أكيد طلال، صباح الخير أولا، وصباح الخير جنان، وصباح الخير مشاهدينا. أكيد يعني الشارع البحريني والمنتخب البحريني يعرف بأن منافسنا قوي جدا وهو المنتخب العراقي، وبدأ المنتخب البحريني في تحضيراته واستعداداته واستجماع قوى لهذه المنافسة الشرسة اللي يعني ما راح يظهر واحد منا إلا المنتخب العراقي أو المنتخب البحريني. ما في يعني ما في مني منك يعني، ولا ممكن ولا نقاط، ولا زي يعني يا المنتخب البحريني يا المنتخب العراقي. واحنا اكيد جميعنا والجماهير البحرينيه ايضا يطالبون المنتخب البحريني باللعب الجيد والاداء الممتاز وتدخيل الكور في الاهداف. اكيد اكيد مريم. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير مشاهدي قنوات الدوري والكاس، وصباح الخير مشاهدي برنامج الضحى. اكيد يعني بدنا تعقيبا على كلام زميلتي مريم، اكيد نتمنى التوفيق للمنتخب البحريني، ونتمنى التوفيق ايضا للفرق الاربعه المشاركه. كل هذه الفرق تسعى للوصول للمباراه النهائيه وعليها ضغوطات ايضا، وبانتظار صافره حكم مباراتي الغد لمعرفه هويه الفريقين اللذين سيصلان لنهائي هذا العرس الكروي الكبير خليجي 21. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يشاء. أكيد لا ننسى أن نبارك للعراق التي حصلت على استضافة خليجي 22 هناك في البصرة. ومن المنامة نبتدي حلقة اليوم. أكيد المنافسة والمواجهة صعبة مشاهدينا الكرام بين الفرق الأربعة والمنتخبات الأربعة، المنتخب العراقي والمنتخب البحريني والمنتخب الكويتي والمنتخب الإماراتي. شو تتوقعون أنتم اليوم أو بكرة؟ يعني مباريات ما سهلة أبدا. ما في مجال التوقع أتوقع يعني. إذا خلينا نتكلم مريم عن البحرين. نعم. والعراق. يعني المنتخب العراقي وصل دور نصف النهائي بالعلامة الكاملة بتسع نقاط. نعم. فوز على اليمن وعلى السعودية وعلى الكويت. نعم. شو تتوقعين من المنتخب العراقي؟ هل ممكن المنتخب البحريني يوقف المنتخب العراقي ويوقف زحفه والأداء اللي قدمه في ثلاث مباريات؟ يعني الأداء اللي قدمه المنتخب البحريني كان جيد، بس ما ادري يعني ما اقدر احكم ولا اقدر افتي اقول لك انه هو افضل من المنتخب العراقي. يعني المنتخب العراقي ادى اداء جميل جدا. في خوف؟ اكيد في خوف، والشارع البحريني اكيد متخوف من هذه المواجهه، وايضا الجماهير البحرينيه يعني تحاول ان هي تساند المنتخب الوطني وتعطيه روح معنويه كبيره. صحيح. لدرجه انهم راحوا للتدريب يوم امس وكرموا المرزوقي، يعني رابطه الجماهير. الرفاع نعم كرمت المرزوقي، ورابطه المحرق كرمت سالمين، يعطونهم روح شوي معنويه ودفعه يعني علشان يخلونهم يحسون ان يعني احنا معاكم. هم يعرفون انهم معاهم، ولكن يعني لما يشوفونهم تصير المسؤولية أكبر، خصوصا ان احنا يعني نبي هذه الكاس. ايضا يعني في دعم من المسؤولين، يمكن جنار المسؤولين البحرينيين للمنتخب البحريني، هناك دعم ايضا للمنتخب الاماراتي، اسمه الشيخ عبد الله بن زايد اعتقد حضر لتمارين المنتخب الاماراتي، وهي دافع معنوي كبير للمنتخب الاماراتي بانه
يحصل على فوز ايجابي في 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 مباراته مع المنتخب الكويتي. ولا ننسى ايضا المسؤولين الكويتيين الشيخ احمد الفهد، الشيخ طلال، صحيح ان يكونوا دائما وايضا المسؤولين العراقيين، يعني كل المسؤولين يعني معطين المنتخباتهم دفعه معنويه كبيره. نعم من صح اللي صح. راح يكون عند ثقه هذول المسؤولين هو اللي راح يركز في المباراه وراح يستقل الفرص. صحيح اكيد طلال، ما بدنا ننسى انه يعني منتخب الامارات فعلا كان عم يلعب بدوره الخليج يعني باداء فعلا اكثر من رائع، باداء جيد جدا. وايضا ما بدنا ننسى انه المنتخب انه الكويت دائما لما يلعب على ارض المنامه يوفق. يعني يمكن حتى شفنا امس مريم اللقاء اللي صار في برنامج المجلس واللي عمله زميلنا فالح شمري مع يوسف السركال رئيس اتحاد الامارات لكره القدم، والشيخ احمد فهد رئيس مجلس الاولمبي الاسيوي ورئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه. نعم يعني كان في تخدير بين من الطرفين على فكره، كان في تخدير، هذا يخدر وهذا كان في موده يعني يعني في بينهم الالفه موجوده. صح. الجامعه الخليجيه هذه اهم شيء اكيد في المقام. نعم. الاول. نعم. قبل المباراه وقبل التحدي الكبير. اكيد اكيد بالطبع. ويعني المنتخب البحريني فور انتهاء مباراته اللي طافت يعني كرم الاتحاد البحريني ورصد لها مبالغ لكل لاعب، فايضا اكيد هذه المره اكيد راح يكرمونهم. يعني فعلا جميل مريم. نعم. عيد الوقوف ومسانده المنتخب. وكمان انا اليوم لفتني كمان بالجريده انه المنتخب الكويتي ايضا موعود بجوائز وموعود. نعم. يعني